وتعالى نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم رتل مع العفاسي. لازلنا معكم أعزائي المشاهدين على الهواء مباشرة، نتلو ونرتل سورة المائدة، ونستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة حسب الأرقام المبينة على الشاشة، ونذكركم أيضا بأن هناك جائزة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله
الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نستقبل أول الاتصالات معنا. من معاي؟ يحيى من موريتانيا، تفضل يا يحيى. تفضل يا يحيى، ممكن بس تسكر التلفزيون؟ تفضل وردتي معي. تفضل تسمعني؟ أنا أسمع. تفضل وقرأ من آية 48 وأنزلنا إليك الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. رقق الراء. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله يفتح عليك يا يحيى، جميل جميل جدا، اللهم بارك. ناخذ اتصال آخر. إسحاق أيضا من موريتانيا، تفضل يا إسحاق. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ كيف الحال؟ يا أهلا وسهلا فيك. دعاء بخير يا شيخ. الله يبارك فيك، يا أهلا وسهلا مرحبا فيك. أقرأ إن شاء الله؟ نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم. قف على أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. قف على أولياء الأولى ومد النصارى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء
بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك. ناخذ اتصال آخر. الله يحفظك عمر من لبنان، تفضل يا عمر تسمعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا اهلا ومرحبا فيك. شيخ مشاري حياك الله، يا اهلا وسهلا فيك. والله يا شيخ نحن يعني احنا نحبك في الله، والله اني احبك في الله يا شيخ. احبك الله يا عمر، الله يبارك فيك. لازم تجينا لبنان يا شيخ. ان شاء الله باذن الله نزورك ان شاء الله باذن الله يا شيخ. الله ييسر. يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله أهؤلاء سؤال أهؤلاء ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم الغنى من يرتد من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. شكرا يا عمر، الله يفتح عليك ويبارك فيك. الله يفتح عليك. تلاوة جميلة، الله يبارك فيك. تفضل. تفضل من معاي. السلام عليكم. عبد الله من اليمن، تفضل يا عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله، تسمعني؟ الحمد لله. يا أهلا ومرحبا، تقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا
اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن نعم تفضل نعم يا شيخ تفضل اقرأ ما تكلمت واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله راعي الغنن أن تكون متساوية قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل الله يفتح عليك يا عبد الله شكرا لاتصالك صوت جميل الله مبارك الله يحفظك الله يحفظك يا رب تفضل من معاي أنا إيه محمد مشعل من الكويت تفضل يا محمد أنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ أنا نحبك الله أحبك الله للذي أحببتني من أجله يا محمد يلا تفضل أي آية 61 يلا وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون محمد أعد الآية أعد الآية وأقرأ شوي وإذا جاءوكم قالوا آمنا وإذا جاءوكم قالوا آمنا وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعلمون يعملون أنت محمد شنو حافظ؟ أنا حافظ؟ إيه ليجي 27 ما شاء الله تبارك الرحمن طيب سمعنا شيء من حفظك حفظي؟ إن شاء الله كم عمرك أنت محمد؟ أنا عمري 10 سنين بدش 11 الله يحفظك يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا
تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. الله يفتح عليك يا محمد ويبارك فيك وفي الوالدة والوالد الكريم يا رب. كل أسمع في الأناشيد. الله يحبك. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. ناخذ اتصال آخر. عبد الرحمن من مصر. تفضل يا عبد الرحمن تسمعني؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عبد الرحمن. قالت نقاط اليهود. لا اللي قبلها. لولا ينهاهم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ضم الميم. والأحبار عن قولهم الإثم. والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت وأكلهم السحت وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. قف على بما قالوا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق في كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله مد في الأرض. مد كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. الله يفتح عليك يا عبد الرحمن. شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود يوسف يوسف كيدهم ولعنوا يا يوسف ما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ويزيدن كثيرا منهم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك يوم ربك ضغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. شكرا يا يوسف على اتصالك. الله يبارك فيك. تابع معنا أحمد من الإمارات. نعم تفضل يا أحمد. بس تسكر على التلفزيون اللي عندك واسمع من السماعة إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد من الإمارات. حياك الله. حياك الله يا أحمد. من بداية الصفحة 65 ولو أن أهل الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم
منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. رقق الدال. مقتصدة. منهم أمة مقتصدة. نعم. وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. شكرا يا أحمد على اتصالك، الله يفتح عليك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود لنتابع التلاوة. ترى ذبحني البرد. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، لازلنا معكم على الهواء مباشرة من جامع الشيخ زايد الكبير في دولة الإمارات العربية المتحدة. نستقبل اتصالات. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. والله نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله، يا أهلا ومرحبا فيك، ونتمنى أنك تزورنا في الجزائر عن قريب إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله. يا مسعود تكلمني من الجزائر. حياك الله يا مسعود، حياك الله. رتل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. يا مسعود. لا. نعم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة. نعم. قل يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. قل يا أهل الكتاب. مدها أربع حركات. قل يا أهل. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا حتى تقيموا التوراة والإنجيل. حتى تقيموا التوراة والإنجيل. حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم إليكم من ربكم. إليكم من ربكم. وقف. إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. يعني أنت قف على إليكم من ربكم واستأنف وليزيدن كثيرا حتى تقف. نعم. على وكفرا ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. لا لا لا. فلا تأس يا مسعود. على القوم الكافرين. الابتداء هذا مش حلو. ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، هذا الابتداء مش حلو. ولا يزيدن كثيرا. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك
ولا يزيدن يا مسعود ولا يزيدن ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. الله يفتح عليك يا مسعود، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك وحفظك، راعي الوقوف والابتداء بس. ناخذ وليد من سوريا، تفضل يا وليد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، كيفك؟ يا أهلا ومرحبا فيك. أنا أسلمك يا رب. إن الذين آمنوا، بس رقم الآية شيخ 69. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر لما تقف عليها رقق الراء وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة لا تقلقل التاء وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ابن مريم نعم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة
ومأواه النار. انتبه إلى الشين والكاف. إنه من يشرك بالله مع الغنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. شكرا يا وليد، الله يفتح عليك. الله يبارك فيك، مشكور على اتصالك. ناخذ اتصال آخر من معاي. معك مصبح يا شيخ. حياك الله يا مصبح، أحبك الله للذي أحببتني من أجله. مصبح من الإمارات، تفضل يا مصبح. دعم فضلك. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه جميل والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. انتبه إلى القلقلة. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل مريم. انتبه إلى مريم الراء، فخم الراء إن شاء الله. مريم. ما المسيح ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. الله يفتح عليك يا مصبح، شكرا لاتصالك. الله يبارك فيك. ناخذ اتصال آخر. إبراهيم من البحرين، تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ يا أهلا ومرحبا فيك. ممكن أردن؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا ولا تتبعوا وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء
السبيل. قد ضلوا قد ضلوا ولا تتبع. ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. مرة ثانية. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سبيل وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله يفتح عليك يا إبراهيم، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر من معاي. أحمد من السعودية، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد ممكن تسكر التلفزيون اللي عندك عشان تسمعني منك. يلا توكل على الله. كيف حالك يا شيخ؟ يا هلا ومرحبا فيك. آية كان لو سمحت. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. آية أيوة 79. كانوا لا يتناهون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. رقق الراء. ما كانوا يفعلون. رقق الراء يا أحمد. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهما ما اتخذوهم أولياء ولكن وما أنزل إليهما اتخذوهم أولياء أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولكن كثيرا منهم فاسقون. الله يفتح عليك يا أحمد يبارك فيك يا رب. ناخذ اتصال آخر. سليم من الإمارات، تفضل يا سليم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قطعتنا يا سليم، ما عاد اتصلت. والله اتصلنا كثير بس الخط. الله يبارك فيك. الله يجزاك خير يا شيخ. تفضل. لا تجدن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الله يفتح عليك يا سليم، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك. أعزائي المشاهدين، جاء وقت نهاية البرنامج، وقبل ذلك ننبه أن اليوم ذكرى وفاة الشيخ زايد رحمة الله عليه، نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه وجميع موتى المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه وجميع موتى المسلمين. جاء وقت السحب على الجائزة المقدمة من أبناء السويدي. الفائز مسعود من الجزائر، مسعود من الجزائر. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالعابدين في صلاة الخاشعين في رحاب الذاكرين رمضان رمضان.